جي كلاس 2020 ب100. وكنا الله خلونا نكون كلنا. طيب يا جماعة الخير، هذا واحد يا جماعة الخير عنده جي كلاس تمام، وعارضه يا جماعة الخير ب100,000 قبل يوم الإعلان، اللي أرسل لي واحد من المتابعين يقول أسامة تواصلت مع الشخص هذا وترى كذاب. طيب يا جماعة الخير، رحت أنا أرسلت له بخصوص إعلانك جي كلاس 2020 للبيع، السلام عليكم أخوي أنا بشتري، هذه الساعة 3:11 دقيقة. بعدين أرسلت للساعة 4:52 أحتاج سيارة أخوي، اتصلت عليك ما رديت. أرسل لي بعدها يا جماعة الخير ممكن ما يقارب 20 دقيقة كذا، حياك الله يا الغالي، التواصل واتساب حياك الله. فالآن يا جماعة الخير راح نتواصل معاه واتساب، ورحت يا جماعة الخير أرسلت له في الخاص. قبل ما يبدأ المقطع يا جماعة الخير تبخروا شوي، تبخرت يا سلام يا سلام، مش في ما يطلع الدخان في الكاميرا. اضغط على زر اللايك واشترك في القناة يا حبيبي وعزيز المتابع، هذا الشيء راح يدعمني والله، ما راح اخذ منك ولا شيء. اشترك تعال خلوني اوريكم وش صار معاي قبل ممكن نص ساعة او ساعة. ركزوا معي هنا يا جماعة الخير، هذا اليوم يا جماعة الخير كلمتك قلت له السلام عليكم أخوي، أنا اللي كلمتك أمس بخصوص السيارة، هل للحين موجودة أو لا؟ رد علي وعليكم السلام يا مرحبا، إي موجودة. قلت له أقدر أتصل لك بعد المغرب؟ قال أوكي حياك الله بأي وقت. قلت تمام أخوي. بعد ما يقارب جماعة الخير 12 دقيقة كتبت له موجود أخوي، أقدر أتصل فيك الآن؟ قال نعم موجود ولكن حاليا مشغول. تمام تفضل قول لي إيش عندك. قلت له أبي أستفسر من المرسيدس هل في شيء أو لا؟ فودي باتصال أفضل وأنا أخوك. كتب لي المرسيدس أموره تمام وما في شيء، ما أقدر حاليا إلا للواتس. وهذه يا جماعة الخير توها بدأت المحادثة الآن، رح نبدأ نكلمه وشوف هو صادق أو كاذب. يا سلام حط الاستفهام ونبدأ يا جماعة الخير بالنفس نصفه كذا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة يا جماعة الخير، نعطيه الرسالة الأولى، نكتب له السيارة فيها مشاكل أو لا، السيارة فيها مشاكل أو لا، ونحط له استفهام متصل يا جماعة الخير. طيب يا جماعة الخير كتب لي السيارة ما فيها مشاكل ومهتم فيها من ناحية زيوت وكل شيء. يا كذاب اخ، خلنا نكتب له ما شاء الله ما شاء الله. طيب اخوي كم حاد السيارة وبكم بتبيع، كم تبيعها، ونحط له استفهام. اخ ما اكذبك. تبخروا بسم الله تبخروا يا عيال وحطوا على اللايكات، ها شوفوا اللايك يطير مع الدخون، يا الله يزينه تكفون الله، والاشتراك يا الربع والله العظيم ما ياثر. صدق والله بصارحكم الان يعني خلي ما تشترك من الان، يعني باذن الله احنا بنوصل مليون ومليونين، اشترك من الان وخليك معي في الرحله يا اخي عشان تسهل علي، عشان اقدر اسوي محتوى اكبر واكبر. تعرفون يعني كل ما زادت الارقام لازم يكبر المحتوى. اضغط لي على اللايك واشترك وفعل جرس التنبيهات، صدقني ما راح تندم. بخصوص السعر سلمك الله 100,000 ريال، واذا انت صامل ما نختلف ان شاء الله. لا هذا مو منتحل شخصيتي، لا 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 هذا مو منتحل شخصيتي نهائيا. والله العظيم صدمني يا عيال، انا كنت احسب انه منتحل شخصيتي، يعني انا لو ببيع ب50-40 ريال، بس جي كلاس ينباع بهذا السعر مستحيل. يعني جي كلاس قيمته 700,000-800,000، ما ادري ليه سعره رخيص لهالدرجه. ما شاء الله ناظر الخمه الحين اوتره. شوف شوف موديل السياره 2020، موديل السياره 2020، واذا انت صامل ما نختلف ان شاء الله. لا هذا شكله انا غلطان، شكلي والله شكلي غلطان في الرقم، انا غلطان في الرقم اللي في الاعلان وفي الرقم اللي هنا، شكلي غلطان يا عيال والله، نفس الرقم. شوف بادي يتبعثر، هي بادي يتبعثر. يا اخي والله العظيم انا بوريكم شيء، والله بوريكم شيء. انا اعتذر للناس اللي باقي ما ردت عليهم، في ناس من انستغرام يرسل لي بشكل يومي. هذا شوف بوريكم اول واحد، اول رساله اقسم بالله العظيم راسلها الساعه 10 امس مساء. تمام شوف يا عيال واضح لكم، ثواني فوكس. المهم كاتب يا جماعه الخير تكفى يا ابو صالح لو تسوي عليه مقطع اني طالبك، هذا واحد كاذب عليه تمام ويبغى نسوي عليه مقطع. في يا جماعه الخير انا صرت محاميكم عربيا. اي نعم اي شيء يخص السياره بجاوبك عليه. طيب اخوي ايه تبغى نصدمه؟ طيب اخوي من الممكن اشوف السياره او لا دقيقه. طيب اخوي السياره فيها صدوم؟ عيال انتم متخيلين ان جي كلاس يعني سعره يوصل 700,000-600,000، عرضه ب100,000، وش سبب البيع؟ صح وش سبب البيع؟ ودي اتصل فيك اعرف اكثر يا اخي، ودي بصوت يقول السيارة سليمة ما في صدوم ولا معدل عليها ولا مجدد البوية، بس أطمنك. الله يسعدك شكرا لك شكرا. لا مو شكرا، لا هيه هذا ودي أصمل به. اخ يا الربع اخ هذا ودي أروح له. طيب أقدر أقابلك؟ لا سألت واجد تبى البيع محتاج فلوس. الله يرزقك. ايه والله يمكن يكون صادق، بس لا والله المبلغ. الله يرزقك المبلغ يا عيال، والله العظيم لو عرضها جي كلاس، لو عرضها يا رجل انا اعرف اسعارها زينه، لو عرضها بمبلغ يا ولد 400,000 يشترون عادي. ايه يطير كذا ابد، ما عندك مشكله حياك. يا سلام. طيب وين موقعك؟ هي عيال شوفوا ودي اتاكد من شغله، احسك المشهور ذاك. شوف شوف
شيء. المشهور احسك المشهور، اقول له عيال اشوفه، لا 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 يمكن مو هو، ممكن ذا واحد ثاني، انا نسيت انه فيوار، اقول ذا يمكن مو هو. اول يا عيال توتر الدمام. الله عليك الله عليك الله عليك، والله بعيد والله بعيد اخوي. عندك صور للسياره الحين الخمك، عندك صور للسياره، انت من وين؟ انا من الخرج. عندك صور للسياره؟ طيب خلينا نشوف يوسف، خلي يوسف يقابله، ما عندي مشكله. يا رب انه ما يلعب بطوله يا رب. قاعد يكتب عيال، قاعد يكتب. هلا هلا يوسف. هلا والله. هلا، مشغول ولا ما انت مشغول؟ ايش قاعد تسوي؟ والله قاعد العب بطوله. والله اني داري في واحد عندكم في الدمام، تمام اوكي، عارض جي الله يسلمك رخيص. ايه تقدر تمر تشوفه؟ طيب لو طلبناك؟ لأنه بعد شوي بيجيني حق ركيب العرش بيجون يأخذون مقاسات حق مرايا ركيبات. طيب خاص أوكي أوكي يوسف أوكي تمام تمام أخوي. طيب والله أصمل له، أصمل فيه والله، لا أصمل فيه وأجي. حدد حدد متى نتقابل، حدد متى نتقابل، والله لا أصمل فيه. مخيف مخيف، هذا مخيف يا عيال. هو ما رد علي، أبي صور للسيارة، أبي صور للسيارة لو سمحت. بعد بكره بكون بالخارج، عندي شغله وفاضي من الساعه 6 المغرب لين 9 بالليل. يناسبك الوقت؟ اي نعم بعد بكره. اي نعم يعني مو اليوم، يوم الاثنين، يوم الاثنين راح اقابله. تمام اخوي، بس نوقف عند هذا يا جماعه الخير وننتظر ننتظر. في واحد جماعه الخير عارض ايفون 50 ريال، راح اروح اتواصل معه. تمام يا الغالي، هذا الان خلاص نوقف هنا، نوقف الريكورد. انتظرك انتظرك بس يا جماعه الخير. نروح الان للشخص الثاني، الشخص الثاني الشخص الثاني يا جماعة الخير عارض الله يسلمكم آيفون، والآيفون تخيلوا أن عرضه 40 ريال. لا عليكم خلصوا، برضو بطلع أجيبها لي ونخلص بإذن الله، ونخلص البيت بإذن الله ونرجع نكمل. تظرون إيه؟ متحمس للشخص الثاني ومتحمس للشخص هذا بالذات. ما راح تنزل الحلقة إلا لما أقابله. باك يا الربع، مرحبا ومسهلا. شوف كتب لي يا الغالي بعد نص ساعة يا جماعة الخير، بل يا الغالي في أحد كلمني قبل شوي يبغى السيارة اليوم، إذا تبيها وصامل حول لي العربون 10,000 ريال. بكتب له لا كذا واضح إنه إيه، واضح إني بنصرك أخوي. أنا كلمتك قبله، قل له ينتظر ينتظر، وكيف احول لك وانا ما شفت السياره. جماعه الخير والله لازم تنتبهون، اقسم بالله لا تشتري شيء الا لما تشوفه بعينك، حرام يا اخي تنصرق على شيء تافه. انتبهوا والله العظيم اتكلم جد، انتبهوا 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 انتبهوا، لازم الشيء تشوفه بعينك قبل ما تدفع. حتى العربون لا تدفع الا اذا كان الشخص ثقه وتعرفه، اذا هو ثقه اوكي تعرفه، اوكي ما تعرفه ترى بياخذ فلوس ويمشي ويخليك، ما في شيء يثبت. قاعد يكتب يا جماعه الخير، بقول له ارسل لي صور للسياره، للحين ما وصلت، وصلتني الصور. اخوي مستحيل بذا السعر، الرجال مكلمني قبل شوي ومستعد يحول لي، من باب انك مكلمني قبل جيت وكلمتك الله يسعدك، قايل لك تبيها تعال وشوفها. طيب انتظر، انا بروح شرقية، انتظر يومين انتظر. طيب انتظر لبكره بيجيك خويي. طيب حول عشان احجز السيارة، شكلك مو بصامل انت. الا صامل صامل اخوي، بكره احول لك ما عندي مشكلة، بكره يشوفها خويي واحول لك ما عندي مشكلة. اتوقع في طريقة، والله ما ادري والله ما ادري، شيكوا عليها واذا كان ذا اكتبوا لي في الكومنتات. في طريقة عن ابي عن طريق ابشر تقدر اتوقع تكتب عقد بين البائع والشاري، اتوقع العلم عند الله في نفس الطريقة ذي. ايش فيك انت الرجال مكلمني توه يبي سيارة؟ اخوي فيك شيء اتصل نتفاهم، كيف اخليها لبكرة؟ كله ينتظر. اذا صامل 10,000 كثير وانا ما شفت سيارة. طيب وش احسن من انك تشوفها بعينك وتتأكد فيها شيء ولا لا؟ احسن من الصور بألف مرة، لان ما عندك صور يا كذاب. يعني موعدنا النهائي بكرة. اي نعم، فلوس ماني محول. شوف بدأ يغريني يا عيال. متصل، فلوس ماني محول. يا اشوفها، احس الان بتنكشف الاقنعة، احس والعلم عند الله ان الان راح تنكشف الاقنعة، والعلم عند الله. ايش فيك تكر؟ ها ما فهمت، ايش فيك تكر؟ طيب شايفني نصاب؟ انا ما قلت انك نصاب، ولي على راسه بطحة. حسس عليها تكر، ايش تقصد تكر؟ اتفقت معاك انك تشوفها صح ولا لا؟ اي نعم يا عيال، والله لا سجل فويس يا عيال، طفشني والله لا سجل فويس، طفشني. يعرفني ما يعرفني، تعبت وانا اكتب، تعب. يعرفني ما يعرفني، بطقاق اللي يطقه لانه تعبني والله. ايه تعبني. اجل موعدنا بكره. لا نصبر شوي، هذا صادق ولا كذاب ذا؟ والله قاعد يلخمني. اول جي كلاس 2020 ب100 جماعه خير. بتصل له، ايه بعض ضغطي، بتصل فيه. السلام عليكم.
عليكم. كيف حالك اخوي؟ طيب انت اللي تو تكلمني حق الجي كلاس؟ انت صامل بتبيع ولا تستهبل علي؟ من جدك جي كلاس 2020 ب100؟ رقمك من الواتس اللي قاعد اكلمك، انا اللي قبل شوي قاعد اكلمك واتساب، انا الاخير اللي قاعد اكلمك. اللي اخوي كلامي واضح، اللي قلت انك بتجي الخارج بتبيع السياره ب100,000 ولا ما انت بايعها؟ بعدين السياره غرقانه بتبيعها ب100؟ طيب انا بجي اشوفها، ولكن سياره غرقانه ب100,000 جي كلاس، بتبيعني لعبه انت؟ لا لا ماني انا صاحي الحمد لله، ولكن انت بتبيعني لعبه. موعدنا بكره صح ولا لا؟ خلاص اوكي موعدنا بكره، ولكن انت ما انت راضي تصبر وتبغى عربون تمام. طيب. ايه السياره فيها شيء ولا ما فيها شيء؟ من الاخير السياره فيها شيء ولا لا؟ من الاخير عطني اياها. غرقانه؟ طايحه من سفينه؟ صادق؟ طيب اسمعني انا ما ادري عنك انا، ولكن انت صادق؟ اذا انت ب 100,000 انا شراي اجيك بكره الان، انا احرك الان واجيك الشرقيه. تعال الله حي. طيب تمام ما عندك مشكله، يلا خلاص انتظرني ها، ارسل لي اللوكيشن حقك وانا والله لاجيك. خلاص ايه، وفلوسي كاش والله انها كاش وموجوده. وبنشوف يلا مع السلامه. جماعه الخير اشوفه سأل عن الرقم، اتصلت عليه جماعه الخير مو من رقم الواتس، رقم الواتس جوالي الثاني، اتصلت عليه من رقم الاساسي حق اهلي وحق عشان كذا الخام قال لي اي واحد. ايه بكتب هنا بوقف. جماعه الخير يا جماعه الخير والله لا اروح له واشوف هو صادق او كاذب، وراح يكون مقطع كذا الحاله منفرد وانا رايح اروح اشتري جي كلاس ب 100,000 2020 غرقان. ايه غرقان سياره غرقانه. اعطوني رايكم تحت في الكومنتات، اكتبوا لي صادق او كاذب، وانا الان وانا محرك للشرقية الان، تبعد عني ما يقارب 5 ساعات ونص. ولهنا وصلنا نهاية مقطع اليوم، لا تنسوا تضغط على اللايك وتشترك في القناة، واشوفكم مع الله. السلام عليكم. اذا ما شفت المقطع السابق خذ نظرة عليه، مقطع مرة جميل، استأجرت هكر من الانترنت مثل ما هو طالع لك.